مرحبا، صباح الخير لكم جميعا. بحسب ما نشرت وسائل الإعلام الألمانية الرسمية، راح أحط لكم كالعادة هون على الشاشة مصدر الخبر. تم الحكم على شركة باير اللي هي شركة الكيماويات الألمانية الشهيرة ومقرها مدينة ليفركوزن. تم الحكم عليهم في الولايات المتحدة الأمريكية بدفع تعويضات وتقدر ب 2.2 مليار دولار لمواطن أمريكي. الفكرة أن شركة بايا استحوذت في عام 2018 على شركة أمريكية تدعى مونزانتو، دفعوا طبعا شيء 63 مليار يورو لحتى استحوذوا على الشركة الأمريكية، ومن بعدها يعني بلشوا يبيعوا منتجاتهم في الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم هاي الشركة. فأحد هاي المنتجات اللي باعوها هو عبارة عن قاتل للأعشاب الضارة. ففي مواطن أمريكي من مقاطعة أو من ولاية بنسلفانيا اشترى هذا المنتج واستخدمه في الحديقة عنده لعدة سنوات لحتى يقضي على الحشائش الضارة، ولكن بعد فترة يعني بعد مرور عدة سنوات تعرض للإصابة بالسرطان. فرفع دعوة ضد شركة بايا يعني في المحكمة، أو ضد شركة يعني مونزانتو يلي هي تابعة لشركة بايا. فحكمت المحكمة بتعويض لهذا الشخص 2.2 مليار دولار. والفكرة يعني انه هن عم يقولوا انه هو تعرض للسرطان نتيجة استخدام هذا المنتج اللي بيحتوي على جلوفوسات. مننتقل لخبر اخر. بحسب ما نشرت صحيفة تاكس شبيغل، راح احط لكم هون على الشاشة كالعادة مصدر الخبر، ارتفع في الاشهر السبعة الاخيرة عدد الشكاوى من 58 ل 319 دعوة قضائية. تسمى هاي الدعاوى انتيتشكايتس كلاغن، يعني دعاوى تقاعس. الفكرة في بالين يعني في طلبات متراكمة بعشرات الالاف، لهيك في كثير من الناس بالفترة الأخيرة بلشت ترفع دعاوى قضائية يعني ضد دائرة التجنيس لحتى يحصلوا على الجنسية بشكل أسرع. طبعا تسمى هاي الدعوى يعني Untätigkeits Klage، شرحتها في أحد الفيديوهات السابقة وحكيت لكم أن هذا هو الحل الوحيد بالفترة الحالية. فيكم ترجعوا يعني لهذا الفيديو، راح أحط لكم إياه هون على الشاشة. فحتى في بالين يعني فعلا بالفترة الأخيرة زادت الشكاوى أو زادت الدعاوى القضائية Untätigkeits Klagen بشكل كبير بمقدار 5 أضعاف من 58 ل 319 دعوى قضائية. فالأمر يعني صاير لا يحتمل ببالين، لهيك في دعاوى عم تكتر كتير بالفترة الأخيرة وخاصة ضد دوائر التجنيس. فحبيت أحطكم أيضا بصورة هذا الخبر يلي تحدثت عنه وسائل الإعلام الألمانية. مننتقل لخبر آخر سار جدا، وخاصة بالنسبة للأشخاص يلي بدهم يقدموا على الجنسية الألمانية. رح ألفت انتباهكم يعني لأمر هام وخاصة فيما يتعلق بالقانون الجديد. طبعا من فترة حكيت لكم يعني بأنه تم المصادقة على هذا القانون من قبل البرلمان الألماني، يعني خلاص تم إقرار هذا القانون، ولكن لحتى يصدر بشكل نهائي يعني لحتى يصدر رسميا فهذا شيء بحاجة يعني هو لعملية تشريعية شوي، لسه في موافقة يعني مجلس المقاطعات، فلهيك هذا الشيء بيطول شوي لحتى يصدر هذا القانون، ولكن هو رح يصدر على الأغلب في الشهر الرابع 2024. ولكن في خبر صار هون وخاصة بالنسبة للأشخاص اللي عم يفكروا يقدموا على الجنسية الألمانية بالفترة الحالية، حتى لو كنتوا يعني ما كملتوا لسه الثمان سنوات أو السبع سنوات مع دورة اندماج، فبتقدروا حتى بالفترة الحالية تقدموا على الجنسية بعد 5 سنوات. طبعا القانون الجديد يعني رح يسهل شرط الزمن من 8 سنوات أو 7 سنوات مع دورة اندماج ل 5 سنوات، ولكن هذا الشيء يعني رح يطبق المفروض من بعد الشهر الرابع لبعد ما يصدر هذا القانون. طبعا احنا نقول الشهر الرابع يعني هذا كمان الموعد التقديري، هو رح يصدر بشكل عام في الربع الثاني من السنة هاي 2024. وبحسب كلام محامين ألمان يعني بتقدروا تقدموا على الجنسية حتى بالفترة الحالية بعد 5 سنوات، لأنه سلفا يعني دراسة الطلبات عم بتطول لفترة طويلة، وبالتالي ما رح يتم البت يعني في الطلب خلال 2 3 شهور، رح يطول هذا الشيء لبعد شهر أبريل. فحتى لو أنتوا يعني ما كملتوا ال7 سنوات أو 8 سنوات بتقدروا تقدموا على ال5 سنوات في الفترة الحالية مشان تختصروا الوقت. ففي حال كنتوا مستعجلين كتير يعني على الجنسية الألمانية وطبقتوا ال5 سنوات، طبعا يعني يكون صار لكم 5 سنوات هون بألمانيا، فرح تقدروا تقدموا حتى على الجنسية بالفترة الحالية. حاولوا أنكم تبعتوا الطلب يعني على دائرة التجنيس. في هون كمان فكرة مهمة، يعني بعض الأشخاص عم بيسألوني إنه بنقدر نقدم الطلب عن طريق البريد بيا بوست؟ يعني الجواب نعم، تقدروا تقدموا الطلب عن طريق البريد ما في أي مشكلة، ولكن دائرة التجنيس بصراحة هون بألمانيا بشكل عام دوائر التجنيس ما بيحبوا هاي الحركة، بيحبوا هن إنه أنت تاخذ موعد مسبق يعني تروح تقعد بالبداية مع موظف لحتى هو يشوف وضعك يعني يشوف أوراقك إذا في شي ناقص ما في شي ناقص، ولحتى كمان طبعا يطابق يعني الصورة مع الأصل
النسخة مع الأصل ويشوف كمان وضعك وفرصك بالتقديم على الجنسية الألمانية لحتى ينصحك بهذا الخصوص. فهنا ما بيحبوا يعني أنه أنت تقدم الطلب عن طريق البريد، لأنه على الأغلب رح يكون الطلب ناقص. في معظم الحالات بصراحة بيكون الطلب ناقص كمان، ولكن طبعا ما بنصح بهي الحالة بأنك تبعت شهاداتك الأصلية، ممكن يضيعوهم هن وما يعترفوا عليهم بعدين. لهيك بنصح يعني تبعت النسخ فقط، ولاحقا لما تجتمع مع موظف أو موظف إيه بشكل رسمي فبهي الحالة بتفرجيهم المستندات الأصلية. فالفكرة اللي بدي لكم إياها من خلال هذا الخبر، أي شخص محقق شروط الجنسية الألمانية بيقدر يقدم عليها بالفترة الحالية، وحتى مع شرط الزمن الجديد يعني على 5 سنوات. فإذا كنتم محققين هاي الشروط فقدموا على جنسية بالفترة الحالية مشان تكسبوا الوقت. وفي كمان هون فكرة تانية، يعني تقدروا تقدموا عن طريق محامي في حال يعني دائرة التجنيس رفضت هذا الأمر، تقدروا تقدموا عن طريق محامي على 5 سنوات بالفترة الحالية. بصراحة كل ما استعجلتوا أكثر بالفترة الحالية وقدمتوا على الجنسية فرح تحصلوا على رد أسرع. فلهيك بنصح بالفترة الحالية انكم تسارعوا بالتقديم قبل غيركم مشان ما تتأخر دراسة طلباتكم، وخاصة انه بعد الشهر الرابع رح يقدموا الأتراك، وبالتالي رح يكون فيها عدد هائل من طلبات الجنسية، وهذا الشيء رح يؤدي لتأخير مضاعف. سلفا نحن هون في تأخيرات كبيرة يعني بدراسة طلبات الجنسية، الطلب عبتطول دراسته في بعض المناطق لأكثر من 2 سنين. لهيك بنصحكم تقدموا بالفترة الحالية، يعني هاي معلومة ما حدا بيعرفها كتير لحد الآن. فحبيت الفت انتباهكم لهذا الأمر، لأنه في بعض المحامين هون بألمانيا عم يتحدثوا بهذا الشأن، بأنه الواحد بيقدر يقدم هلا كمان حتى قبل صدور القانون الجديد على 5 سنوات من أجل كسب الوقت. مننتقل لخبر آخر، بحسب ما نشرت وسائل الإعلام الألمانية قامت روسيا بحملة إعلامية ضخمة مضللة ضد ألمانيا بالفترة من ربيع العام 2022 للوقت الحالي باستخدام 50,000 حساب مزيف على منصة تويتر يلي هي منصة إكس حاليا. الفكرة بأن الروس يعني استخدموا هاي الحسابات المزيفة لنشر تقريبا 1,000,000 تغريدة ضد ألمانيا، هي عبارة عن أخبار كاذبة فيك نيوز. نشروا يعني مجموعة أخبار ضخمة جدا، مجموعة أخبار كاذبة ضد ألمانيا. الهدف من هاي الأخبار هو يعني تقويض الدعم لأوكرانيا، قلب المزاج هون بألمانيا على الحكومة الألمانية. هاي الأخبار كانت موجهة للشعب الألماني بأنه شوفوا حكومتكم عم تهتم بمواطني دول تانية أكثر من مواطنيها. فهي الأخبار عم تحاول تقلب هون المزاج العام، الرأي العام، وتأثر بشكل خاص يعني على رأي الناخبين الألمان، وخاصة في الانتخابات القادمة. فالهدف النهائي بأنه الشعب الألماني بالأخير ينتخب حكومة تانية ظنا منه أنه هي أفضل من الحكومة الحالية، حكومة أخرى ما بتدعم يعني تصدير السلاح أو إرسال السلاح لأوكرانيا، لحتى بالنهاية روسيا يعني تنتصر بهي الحرب لما بيخف يعني الدعم العسكري لأوكرانيا، فالكفة رح تميل لروسيا. لهيك يعني هن رح بيلعبوا على هذا الحبل بأنه هون يصير في تململ واستياء من المواطنين لحتى هن يضغطوا على الحكومة الحالية أو حتى ينتخبوا حكومة جديدة يعني ما بدها تدعم أوكرانيا، لحتى الكفة يعني تميل لروسيا في أوكرانيا. فحبيت حطكم بصورة هذا الخبر أيضا اللي تحدثت عنه وسائل الإعلام الألمانية. هذا كان شي لفيديو اليوم، تبقوا بخير وصحة وسلامة، تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء.